السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله جميعا مباركة. أنا ما راح أطول الكلام، بجيب لكم هذا البحث السياسي السعودي إيش قال. صحيح إن الفيديو طويل بس كلام أنا صراحة يعني استوعبته، لأنه أول مرة شاهد فيديو كامل بتركيز قوي جدا. فلا تشاهد دقيقة أو دقيقتين شي تعرف إيش الحاصل الآن وما يجري بين الإمارات والسعودية والانفصال في اليمن وأشياء كثيرة. تابع الفيديو كامل أتعرف كيف الإمارات تحفر للسعودية بطريقة خطيرة جدا جدا، إذا لم يتداركوا الأمر فهم في الهاوية. تابعوا هذا السعودي إيش قال وإيش نصح قبل هذا الفيديو، طبعا قبل سنتين من الآن الفيديو هذا، بس شوف أين عقلية هذا البحث السعودي. تابعوا، انظر لهم قائدهم من هو في جنوب اليمن، بن بريك التابع للإمارات اللي يقود الحزام الأمني. انظر للقتل، انظر للمعتقلات، انظر لكل شيء. ولذلك الغرب والحزب الليبرالي الجماعة الإسلامية اللي تحلل لهم هي الجامية. في الحقيقة أنا كضابط سابق وكدكتور متخصص في السياسة، أنا أتكلم عن أسرار، عن ما وراء العاصفة، وهذا واجبي لديني ووطني وشعبي وقيادتي. العواطف لا تجدي، المؤامرات، السياسة لا أخلاق فيها، السياسة هي مصالح، والعرب يخلطون السياسة بالعاطفة، وبذلك نخسر في النهاية. دون الصديق الآن القطر نهاجمها، ليست قطر المستهدفة. ما الذي حصل؟ في نفس الوقت دعموا انقلاب اليمن، أنا أسميه انقلاب، وليس لي دخل في الجنوبيين، أخوتنا في الجنوب يحددون ما يريدون، بس هذا الوقت هو انقلاب. أنت تريد أن تسيطر على العاصمة البديلة للشرعية، أنت تستغل قوات الشرعية والمقاومة لتحرير عدن، وبعدين تقضي عليهم وتقتلهم. ليه تقتل الناس؟ ما أنت تتهم علي عبد الله الصالح، ليه تقتلهم دون محاكمات؟ ما الذي حصل؟ من يقول الإمارات تقاتل معنا غير صحيح. الإمارات هي اللي دفعت الحوثيين مليار دولار واتفقت مع علي عبد الله الصالح ليقوموا بالانقلاب، وكان الهدف ان حزب الاصلاح يواجههم ويحرقوه زي ما حرقوا الاخوان في مصر. حزب الاصلاح تعلم الدرس، انسحب وترك الجبهات، تورط الجميع وصلوا العدل. من المتضرر؟ السعوديه. ماذا؟ قمنا بعاصفه الحزب. الامارات تبعتنا لاهدافها، واقول لكم الدليل، لا يوجد في ارض الشمال قوات تقاتل معنا. على الاطلاق، قوات ترابط في مأرب لا مشكله، لكن تقاتل ما يقاتلون معنا. راحوا الجنوب من اجل الاستيلاء على الجنوب، كونوا قوات لا تتبع الشرعيه، ولا يعرف الرئيس هذه اسماءها، ولا رئيس الوزراء، ولا وزير الداخليه. حزام عدن كلهم اسماءهم مجهوله، يتبعون الامارات، الدعم من الامارات، الاسلحه من الامارات، قوات حرس المطار من الامارات يتبعون. مقدم رفض نزول طائره عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن، واجبروه على النزول في سقطري، جزيره سقطري، واتى العدن بالبر، اصدر قرار بان يبعد مقدم. ما الذي حصل؟ رفضوا. امر قوات حراسات الرئاسيه بابعاده بالقوه، ما الذي حدث؟ الامارات قصفتهم في المطار وقتلت في المعركه 10. تقول لي الامارات تتدخل لتحرير اليمن؟ ثم ماذا؟ انتهينا من هذا، لم تعيدوا السعوديه، لم تعيد المطار بالقوة إلا قبل 3 أيام للشرعية. كيف تعمل الشرعية؟ كيف تقاتل؟ هذا مو أفشاء؟ طيب، ما الذي حدث بعد ذلك؟ الإمارات حلفه والسيسي وحفتر دعموا القوات المعارضة السودانية بأنواع الأسلحة الخطيرة من أجل هزيمة الجيش السوداني. لماذا؟ لإجبار السودان سحب قواته اللي تقاتل معنا. أصلاً أتى البشير جزاه الله خير لدعمنا في اليمن بدل الإمارات، لما رفضت الإمارات الدخول دخلت في تعز، ولما فكت القوات السعودية والجيش الوطني والمقاومة الحصار عن انسحبت من الوازعية ومن الجنوب هي والمقاومة الجنوبية، وأطبقوا الحوثيين من جديد لقتل النفسيات والمعنويات. ثم ماذا؟ طلع قرقاش الوزير الإماراتي ماذا يقول؟ نستبدل الأخوان المسلمين بإخوان الشياطين، يقول أن كلهم شياطين هم الحوثيين، ما نحرر. منعوا الأسلحة النوعية الدخول عن تعز والأغذية وكل شيء، ضائقة لا يعلم إلا الله. السعودية لا تعلم ماذا تفعل، تراضي هنا الإمارات. ولماذا لم تحرر تعز؟ لأن القوة الضاربة 4 مليون فيها قوة لحزب الإصلاح، يقول لك لا، الآن يدعمون الجامية
في تعز من اجل الاقتتاء. طيب ما الذي حدث؟ تقولون لي تحرير، تحرير كل فيه. طلبنا تحرير، رفض التحرير، من اللي ابقى قوات علي عبد الله الصالح في شبوه وعسيله؟ من؟ الامارات، لماذا؟ حتى لا ينتج الحكومه البترول، امريكا رفضت ينتجوا 3 مليون. امريكا تركت البنك في صنعاء من اجل ياخذوا كل الحوثيين، وتقول لي ما امريكا وقفت 3 قرارات بتصنيف الحوثيين ارهابيين، ما الفرق بين الحوثيين وداعش؟ لماذا السنه هم اللي يصنفون ارهابيين؟ لماذا اللي يصنفون؟ انقلبوا على دوله. امريكا تعطل والامارات تعطل، والان ليس مطلوب التحرير، واقول لكم ليه. انتهينا من الاشياء دي. كانوا يخططون، ما الذي حدث بعد قانون جاستر؟ قامت الامارات وكتبت عنا مقال باسم الامارات، تكلم عن المكشوف. الكثير الغريب ان السعوديين لا يدرون عنه. واللي اغرب من كل هذا ان الكتاب والصحفيين والعلماء والمشايخ دروا عنه ولا رد شخص واحد. هل يعقل؟ هل هذا خوف؟ هل هذا ولاء للامارات اكثر من السعوديه؟ هذا المقال ما قيل للقيادة من سبو، وأنا لا أريد الأفتن، لكن من يريد الفتنة لازم نوضحه. ما قيل فيه من اتهامات للسعودية كبلد وللقيادة كقيادة وللمشايخ وللشعب شيء يندى له جبين، وذلك للتحريض علينا بعد جاستا، لأنهم قالوا خلاص جاستا صدر وستحاكم السعودية بالإرهاب وستدام بالمحاكم الأمريكية. ثم ماذا؟ قانون ها مؤتمر جروزني حبايبي، لا تنسون اللي حضروا الجفري المدعوم الامارات، وحضروا الطيبي شيخ الازهر شيخ السيسي ويرأسوا، ثم ماذا؟ قرروا اخراجنا من اهل السنه. اخراج من؟ السعوديه وقطر وكل السنه. ليه؟ اذا من نكون اذا لسنا سنه؟ شيعه؟ شيء طبيعي. لا. من؟ جماعه سنيه اخرى؟ لا. صوفيه؟ لا. أباضية؟ لا. إذا نحن ماركين، دولة مارقة وشعب مارق ومذهب مارق، هذا لاستخدامها مستقبلا. هذه انتبهوا، يوفروا الحيثيات لاستخدامها لاحقا زي ما فعلوا مع العراق ومع القذافي. تبدأ بقضايا ثم محاكم ثم ترفع تدريجيا ثم تستغل كل هذه الموجة. يدعمهم في كل هذا التيار الليبرالي العربي بقيادة الإمارات وجماعة إسلامية خطيرة اللي هم الجامية. كانوا قبل أحداث هذه الناس نقول كويسين وكل شيء، رغم أنهم يتعرضون شغلتهم الواحد يهاجموا مشايخ العلماء، بس العلماء بحب مين أعطاكم هذا؟ حتى يقول لك إحنا منهجنا كذا. يهاجموا العلماء كيف؟ الغرب يهاجم العلماء والناس يهاجموا العلماء، أجل كيف الإسلام يتكرس في قلوب الناس؟ ما الذي حصل؟ داعش والقاعدة منظمات إرهابية يقتلون الجنس الغير مسلمين ويقتلون المسلمين، اتفقنا عليهم. هذه الجماعة لا تقتل إلا المسلمين. انظروا ماذا يفعلون في بنغازي، انظروا للنقيب محمود الورفلي، هذا من أتباعها، يقتلون الناس الشوارع ويقولون هؤلاء كلاب أهل النار. طيب من كلاب أهل النار؟ أجل أنت تقتل المسلمين، ولذلك ما صنفوا دوليا أنهم إرهابيين، بينما هم إرهابيين بمعنى الكلمة. لا، لكنهم يقتلوا المسلمين لا أحد يقول عليهم إرهابي. انتهينا. الجامية الصوفية على الأقل ما يقتلون ولا يحللون، بس ما يقتلون، بس الجامية تقتل وأي فرصة يحللون. أنهم ومع السلطان كانوا في مع القذافي رحمة الله عليه، كانوا معه لما قامت الثورة ما شاركوا، لما وصلوا الثوار بدأوا الآن يقاتلون مع حفتر. تصوروا حفتر جاء من أمريكا، القوات الفرنسية تقاتل معه، السيسي يقاتل معه، الدعم الغربي والدعم كل شيء، كل المنظمات تطلع من عندهم يضرب ثوار 17 فبراير إرهابيين. حلو. طيب الآن شوفوا قتلهم في الشوارع، قاموا مع مين؟ مع حفتر بدل القذافي. انظروا، لا يتواجدون إلا في الخندق اللي يتواجد فيه أعداء الأمة، وأقولها بالفم المليان لا إله إلا الله. ما الذي حدث؟ المهم أقول لكم اللي حدث، الإمارات كتبت عنا هذا المقال ما حد رد عليها، رددت عليها بمقال مفصل. السعودية ترد على المكشوف كل التفاصيل، وتركت الكثير حتى لا أثير الأنفس، معلومات ماذا قالوا في صاحب السمو ومن والملك وما قلت الكلام ده. أشياء يندى لها الجبين، وكشفوها الأمريكان، مو أنا، ويكيليكس أصحابه، وطلعت غصبا عن الجميع، والآن موثقة. ادخل لحسابي في فيسبوك
أو تويتر وستجد التفاصيل، مقال طويل لكنه بالأدلة. ما الذي حصل؟ الهجوم على قطر لماذا؟ يا الأخوان المسلمين، إرهاب، دعم. ما الذي حصل؟ رسالة لحزب الإصلاح اليمني، السعودية تفرد في أصدقائها. السعودية بكل بساطة إذا أتاها الغرب وتعاونت معهم بكل بساطة ترمي. هذا هو الهدف من الرسالة. السعودية لا تفعل، لكن هذا اللي حصل. الآن تبغى الأخوان حزب الإصلاح في اليمن الشمالي، قوات المؤتمر الشعبي العام أتباع علي عبد الله الصالح، وأنصار ما يسمى ظلما وعدوانا أنصار الله الحوثيين، وحزب الإصلاح. طيب هذول أعدائك، كيف تحرر اليمن إلا عن طريق الشرعية وحزب الإصلاح، القوة الضاربة، شيوخ حاشد وبكير، أكبر قبائل اليمن من الإصلاح. أنت تستعديهم. الإمارات الآن تقود محادثات بين علي عبد الله الصالح والإصلاح، وتقول أجمعكم من جديد ونحتويكم واقضوا على الحوثيين، ثم لأن السعودية سأثبت لكم أنها تتخلى عنكم، نحن لا نتخلى عن أصدقائنا. قولوا أن أمريكا صدقتوا العواطف والصحفيين وغير المتخصصين يتكلموا عن أمور تهز الأمة، يتكلموا كأنهم عارفين معلومات، وهذا هي علم نشر الجهل والتضليل. هذا علم من جامعة ستانفورد، العالم اللي أسسه أو اكتشفه أنه موجود في الشركات، هذا علم ينشرون لك التجهيل والضلال. أنتم إيش مصلحة الشعب يجري والإعلام وراها المشهد؟ دعوها للقيادة، القيادة تعلم ماذا يجري. طيب ما الذي حدث؟ قطر إذا صدقت أمريكا حتسحب، أمريكا اللي يقرر قراراتها جهابذة العلم، و23 مركز للمخابرات الأمريكية يقود كبار علماء العالم، ليس سياسيين عندنا كعاطفيين في الوطن العربي يتخذ قرار، علماء وليسوا أصدقاء من جنب السلطة يحطونها مصحاب، علماء ما فيها عواطف. ولذلك حتى الخطة الجديدة ترامب هاجم المسلمين بأقصى حد، ثم ليأتونك ومن ثم تنازل، وهذا اللي حصل على وإرم كل الأخطاء الماضية على أوباما. طيب قولوا لي الثورة السورية وين؟ الحشد الشعبي دخل بالأمس إلى القرى السورية. طيب ما الذي حصل؟ أمريكا لن تقاتل إيران، أنا قلت في الماضي ستقاتل أتباع إيران على شرط أن نصبح ليبراليين، ومع ذلك الإمارات تسعى أن تكون القوة ستستوي. بذلك الرسالة لقطر، قطر ستأتي إذا أمريكا تبغى تسحب قواتها، ستأتي بالروس وقاعدة، ما عندها مشكلة، عندها صداقة مع دولة قوة تركيا، وزي ما غدروا القوى العالمية والإقليمية في تركيا راحت اتفقت، سوت علاقة مع بوتين، وبوتين يعتبرها الآن يمر يمدد الأنابيب لأوروبا عن طريق تركيا، لأنه يثق فيها أكثر من أوكرانيا بأربعة مليار. الأتراك لا ينقضون اتفاقياته، ولذلك قطر عندها مجال، إحنا اللي نخسر. يا جماعة يبغون يكونوا وحيدين في الساحة. أزيدكم، أنا قلت في الخطة باء إنهم يفككون التحالف الإسلامي، وسميت الخمس الدول النواة الصلبة: السعودية، باكستان، قطر، السودان، تركيا. ما الذي حدث؟ ضربوا السودان وضربوا قطر، وماذا حصل؟ وزير الدفاع قبل ثلاثة أيام يعلن يقول ما يحدث غير مطمئن، وليعلم الجميع أن هنالك خطوط حمراء لا يجب تعديها. عرف أن المخطط خطير، وأن التحالف فقط ضد الإرهاب، ولمح إلى أنه سيسحب قواته. وبذلك الخمس الدول راحت ثلاث: باكستان، السودان، قطر. السودان الضربة معروف أنها من الحلم، ما دفع عنا، ماذا نددنا؟ ما ندد. طيب ولذلك هذا أخطاء، لأن الدولة تحتاج لمعلومات استخباراتية تصعد للقادة، يجب أن تكون فاعلة. ما الذي حصل؟ انقلاب صنعاء، كنت في الرياض 40 يوم ومنعت البطانة أن يوصل معلومة الانقلاب قبل ما يدخلون عمران. 40 يوم نصيحة، أقول إن أنا ضابط دولة، أقول في معلومات من دولة. المحيطين اللي يخافون من كشف أسرارهم وجرائمهم يعتقدوا ويعرفوني يعرفها يتوقعوا أني يوصلها. أنا مشغول بهم أكبر، ما خلوني أوصل، سقطت اليمن. ما الذي حصل؟ الآن الرسالة هي يا حزب الإصلاح شوف السعودية شو تسوي، الباكستان أعدكم وعد الحوث لن يتحرر اليمن ولن يقاتل حزب الإصلاح، سيصبح محركة بهذه الطريقة. تقول للإمارات علي عبد الله الصالح يقول لحزب الإصلاح ستكون محركة للسعود، ستحرر ومن ثم تبقي القتال بينكم وستنسحب وتترككم تتقاتلوا.
هم تعلموا درس مصر، والامارات تقول انا بحتويكم. علي عبد الله صالح صار كل اقارب هم عائله الاحمر واصدقاء. ضاع من الحلف اللي وقعناه هو الامارات دفعت مليار للانقلاب، هي التي افشلت خطتنا اللي كفلنا فيها علي عبد الله صالح لا يحاكم والشعب يعطى حقوق. طيب النقضه، علي محسن الاحمر خرجناه من قياده لولا مدرع الجيش اليمني يقاوم علي عبد الله صالح، افشل خرجناه من سلاحه وصار عادي، نفذ الاتفاق علي عبد الله صالح الحرس الجمهوري ما سلم. ثم ماذا؟ صاروا علي عبد الله صالح ايش صار؟ علي محسن الاحمر صار بثوبه. الان دخل الان الامارات تبغى تطلعه او يقطع اللعبه. لن يقاتلوا معنا، الهدف اولا واخيرا اسقاط التحريك. ثم خلق حلف علي عبد الله صالح ومن والاصلاح للقضاء على الحوثيين. علي عبد الله صالح قاتلناه يكرهنا. الاصلاح سيعتبر اننا فرناه. ماذا بيصير؟ بذلك سيتجه اليمن الشمالي والجنوبي. اليمن لن تسمع، الامارات لن تسمح بيمن واحد قوي، لازم فرق تسد. ستفصل الجنوب وتسيطر على الشمال والجنوب ويعادوننا علي عبد الله صالح لان حاربناه، والاصلاح لان غدرنا فيهم. يعني هو يتصور ان غدرنا فيهم، واللي يحصل شكله غدرنا فيهم اللي حاصل، وهذه هي الاحداث. السعوديه ما غدرت، لكن يجب ان تعرفون ماذا يخطط لكم، وبذلك لن يتحرروا. فشل الهدف التكتيكي هذا، الهدف الاستراتيجي تفكيك التحالف الاسلامي، وبذلك انتهى. باكستان القوه النوويه وتركيا القوه الثانيه في الاسطلسي، وهذه القوه الضاربه لن تدخل معنا من اجل خدمه امريكا لينحرق السنه من جديد مع ايران. امس حرقتنا بايران واليوم يحرقوننا مع ايران. لن الغرب لن يقاتل، ولذلك يبغون يضربوننا في ايران، فيطيحوا ايران ويطيحوننا بالكامل. الناس باكستان لن تقاتل، تركيا لن تقاتل، نقاتل اعضاء ايران نخرجهم، ندعم القوى الوطنيه. ايوه شوف سوريا انتهى، هذا هو سوريا المفيده، ودوله العلويين في الجنوب ودوله محصوره للسنه، هذا يقطع نفس اللي صار في سايكس بيكو. قالوا العرب نعطيكم دوله، لما جاء سايكو بيكو قال لا هذه لك هذا لك هذا لك، بس ما جمعونا يا العرب. هل تطورنا اكثر من ايام تركيا؟ تركيا كان عندها قطار يوصل المدينه، هل نحن وصلنا الى اليوم بقطار يوصل من مكه لجده؟ ما عندنا. وش الهدف؟ هم يستخدموننا ومن ثم يحرقوننا، لا يسمحون بنشوء قوى. اعرفوا السياسة والاستراتيجية العالمية. الآن الرسالة وصلت، ما الذي تركيا أعدكم غدا سيتم الهجوم عليها، هل يتم تلافي الأمر؟ لي ثقة كبيرة وأنا ناشد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهد، المؤامرة تحاك ضد السعودية، ووالله لتذكرون ما أقول لكم، وأتمنى أكون مخطئ، لكن والله لن يسمح الغطاء الدعاية بالوكالة هي الإمارات والحزب الليبرالي. لو جت أمريكا، ما الذي حدث؟ في أمريكا عقدت مؤتمرات وندوات للتنديد بقطر، ثم التقوا 11 مقال في الصحف الكبرى العالمية الغربية، ثم التكفوها الدعاية بالوكالة. عودوا له في حسابي واعرفوا كيف يتم. لو أمريكا حاولت تقنعنا أن قطر عدوها ما نقبل، لكن لما تكون دولة كالإمارات ومصر والدول والليبراليين في السعودية يقنعوننا، يأثرون فينا لأنهم منا، ما نشك فيهم. يا أخواني، في تنظيمات سرية، في ماسونية عالمية، في أتباع للليبرالية، في جماعات إسلامية قلت لكم تتبع المخطط العالمي. انظروا للجامية كيف تقتل في بنغازي وتقتل الناس في الشوارع، والغرب ما يقول عليها إرهابية لأنها تقتل المسلمين. انظروا لهم في عدد، انظروا، وإن تمكنوا في هذا البلد لا سمح الله سيقتلون الأخضر واليابس. انتبهوا. ولذلك هذه رسالتي، أنا أناشر القيادة الحكيمة بأن تنتبه لهذا المخطط، يستهدفها في الأخير يا اما ان نكون ليبراليين على الاخر، يا اما انهم سيقومون بالتدمير. ما في اسلام معتدل، معتدل غير مقبول، غير مقبول. الاخوان 80 سنه حملوا سلاح وفتخوا، الان انت بيقبلونك ما يقبلونك؟ المخابرات الغربيه الهدف الاستراتيجي الاول في العالم لدى المخابرات الوهابيه هي كل الشرور وهي سبب الارهاب، وهو هدف استراتيجي. الاهداف الاستراتيجيه لا تلغى، انما تحول يلجأ لأهداف ثانوية توصل الهدف الاستراتيجي. افهموها،
امريكا الان هي في حاجتنا، لسنا بحاجتها. عندك حلف اسلامي من ما يناهز 40 دوله، فيه دوله نوويه، فيه اقوى دوله تركيا، فيه اكبر طيران السعوديه. ماذا تريد العالم من حولك؟ غدا عندما تخلى عن الاصلاح في اليمن، وتخلى عن قطر، وتخلى عن حماس، وتخلى العالم الاسلامي، عندما تجد بعدين الهجمه عليك، هم الخطه انهم يكونون كل العالم ذوله اعداء لك. لا، امس تركتني، والله ما قاتل معك اليوم. سنصبح ويتخلوا عنا الليبراليين، يا اما نتبعهم. الان يحاصرون باب المندب، الامارات عندها قاعده عسكريه، تصوروا الامارات عندها قاعده في الصومال الشمال، في الصومال بربره، وعندها قاعدة في عصب الأريتيرية على البحر الأحمر، والآن تسيطر من الحوض الثاني مكفول، بدل إيران الإمارات تحاصر، وقناة السويس السيسي، والإمارات هم اللي يدفعون له ليل ونهار ينفذ كل شيء. ثم ماذا؟ لا تستطيع تنتج بترول، تصدر بترول واحد برميل إلا بإذنهم، وأن تمشي في مسارهم ولا ما تقدر. يا جماعة، أهداف استراتيجية، يا قيادتنا الحكيمة أرجو التدخل وإبقاء الأخوان كما هم، الأخوة والأشقاء والحلف القوي مع قطر ومع باكستان ومع تركيا. العالم يريد شرا بالإسلام والمسلمين، ولا وهم يقولون لا يمكن السيطرة على الإسلام ما لم يسيطر على قيادة الحرمين الشريفين، بلاد الحرمين والقيادة السعودية، حتى أنهم يقولون هذه القيادة قديمة ومترحلة. أرجو أن لا يدخل البلد في صراع حربي، وهذا اللي يبغونه هو التفكيك، أو أنهم يجبروننا أن نمشي في العلمانية، وبذلك الشعب حيواجه ما حيقبلها، وبذلك في كلتا الحالتين هم ناجحين. هذه رسالتي لشعبي، لأمتي، لقيادتي. اللهم اشهد أنني قد بلغت يا رب. السلام عليكم.